نغلفها وهذا حتى يستفادون منها. احنا مو هدفنا نبعث عدد كبير من الكتب. ولكل مدينه فلسطينيه ثوب. مدينه بيت لحم اللي انا منها اسمه ثوب الملك، يعني هذا ثوب جميل جدا. امبارح شفنا ثوب عكا، هو ثوب يعني في رغيد هيك، ثوب يافا، حيفا، نابلس، الاثواب الفلسطينيه بالالوان المختلفه والها اللي هي نقوش ذات بعد كنعاني. أنا شايف الملابس الفلسطينية في أحد المتاحف في بريطانيا بلندن، موجود سكتر خاص فقط للملابس الفلسطينية المنقوشة المليمية بالنحلات هذه، وكل مدينة مرتبة. القدس مدينة الله، مدينة اللي بنحبها بقلوبنا وبنفديها بأرواحنا، وإحنا مرابطين عليها، وهي خارطة فلسطين، وهي إهداء إلى معاليك اللي هو الأستاذ المهندس الدكتور ضيف عبد المجيد أحمد. بنتقدم لكم طبعا بالتقدير على هذا الجهد لتجميع الكفاءات والنخب والعلماء العراقيين ليخدموا العراق ويخدموا العرب ويخدموا الإنسانية. وإحنا بنقولكم يا سيدي العزيز، القدس إن شاء الله بتزوروها محررة، وبنشكركم على هذا الجهد، وبنقدم لك لمعاليك هذا الدرع إن شاء الله، يعني وفاء ونوع من الوفاء للعراق وإلكم. شكرا جزيلا. يعني هاي المبادرة تأتي ضمن الوفاء للعراق من فلسطين، لأن هناك الآلاف من الفلسطينيين تخرجوا من الجامعات العراقية، وبما أن جامعة الأنبار تعاني من فقدان مكتبتها، وبالتالي نحن الفلسطينيين وفاء لذلك نظمنا حملة تبرع بكتب علمية لجامعة الأنبار، وهذه الحملة شملت معظم القوى الاجتماعية والمثقفين والكتاب والمؤسسات طبعا، وهي بداية أيضا هذه المرة الثانية التي نقوم بها وفاء للجامعات العراقية ولشعب العراق، هذا الشعب الذي قدم لفلسطين منذ حرب 1948 جبل بدمه وبدم شهدائه أرض فلسطين، وبالتالي علينا أن نقوم بواجبنا نحو العراق ضمن إمكانياتنا رغم الحصار الذي نواجهه، هذا الحصار الاقتصادي والسياسي الذي يشنه علينا الاحتلال الإسرائيلي وأيضا الأمريكي في محاولة لتهويد القدس. شعبي ورسمي فلسطيني في دعم هذه المكتبة، بحيث تمنى كان الجيش العراقي قد انتصر في معركة جنين وسقط منه الشهداء. باسم الحملة الوطنية الفلسطينية للتبرع بالكتب لمكتبات جامعات العراق، نشكر الدكتور محمد الأدهمي على التواصل الراقي والمسؤول لإنجاح هذه الحملة، ونشكر الأخت إيمان عنفوس لتبرعها بالكتب إلى جامعة الأنبار. فنشكر الدكتور باسم الحملة وباسم الجمعية وباسم اتحاد الكتاب وباسم الشعب الفلسطيني على التواصل الراقي المسؤول مع الدكتور محمد الأدهمي، وإن شاء الله نتطلع مستقبلا للتواصل بشكل أكثر مع المنتدى ومع المؤسسات العراقية الأخرى في العراق وخارج العراق إن شاء الله. هذا النشاط الذي تقوم به لجنتنا، لجنة الثقافة والإعلام والفنون في المنتدى العراقي للنخب والكفاءات، من أجل تعزيز مكتبة جامعة الأنبار بالكتب التي افتقدتها نتيجة السيطرة الإرهاب عليها. هذا النشاط لقي تجاوبا من العديد من المنظمات ومن الأكاديميين، ومنهم جمعية الصداقة الفلسطينية العراقية. هذه الجمعية قامت عندما علمت بحملتنا، قامت بجمع الكتب العلمية لجامعة الأنبار من المدن الفلسطينية في الضفة الغربية، وجمعت لنا كتبا علمية مهمة، جاء بها هذا الوفد الكريم إلينا في مقر المنتدى لكي نرسلها فيما بعد إلى جامعة الأنبار. والمهم في هذه الحملة أنه هذه الكتب جاءت من فلسطين،
من مدن فلسطين العربية التي ترتبط بالعراق ارتباطا تاريخيا جوهريا منذ عام 1948 عندما قاتل الجيش العراقي من أجل تحرير فلسطين، واندمج الفلسطينيون والعراقيون في كثير من المجالات بما فيها دراسة الفلسطينيين في العراق، وجودهم في العراق وإلى غيره من التعاون الطبيعي، مما يعزز هذه العلاقة العربية بين المواطنين العرب. فنحن فرحون جدا بما قدمه لنا الفلسطينيون وبما سيقدم إلى جامعة الأنبار من أجل تجاوز محنتها. أننا سنقتلع الموتى من أرضنا، ونتمنى للعراق الشقيق أن يعود إلى دوره، دوره الحضاري ودوره الإنساني. والله احنا في جمعية الصداقة الفلسطينية العراقية أسسنا هاي الجمعية بفلسطين برام الله، بتضم جمعية من كفاءات الذين درسوا في صفوف جامعات العراق وأكاديميين وعائلات عاشوا في العراق. احنا الفلسطينيين لدى العراقيين دين في رقابنا، وجسد واحد، جسد واحد. العراق هي رأس الأمة العربية، ومهما حصل لن يقطعوا هذا الرأس عن جسده. إحنا كجمعية عراقية، صداقة فلسطينية عراقية، كان إن عدة فعاليات في الساحة الأردنية الهاشمية في المملكة الأردنية الهاشمية أيام أحداث الموصل. كان في عنا حملة استهدفت اللاجئين من أحداث الموصل، وكان في لم في رام الله على صعيد عائلات ساعدناهم بمعونات إنسانية غذائية. كان في كمان عنا نداء من مكتبة الموصل العريقة التاريخية الذي أحرقها داعش الإرهابي. طبعا إحنا كان قدمنا حملة، وهي الحملة كان طابعها أنه شارك فيها الأطفال الكبار السن في فلسطين، حتى جنسيات فرنسية كانت يعني تطوعية تبكت معنا على صعيد الرئاسة الرئيس محمود عباس. تم يعني كمان احتواء لهذه الحملة وتشجيعه، وقمنا بوفد وتسليمها للمعنيين. وكمان لبينا نداء جامعة الأنبار اليوم بزيارتنا للمنتدى الكفاءات النخب العراق، سلمناهم كمان جزء، وإن شاء الله رح يكون يعني الحملة مستمرة حتى لو يكون حملة في الدم. إحنا ما زلنا إحنا أخوة، مش أخوة بس، أخوة بالدم. ما لما بنشتاق للعراق بنروح بنزور مقبرة الشهداء العراقيين في جنين، لما نعرف أولادنا شو مين العراق وشو المؤامرة على القضية الفلسطينية، ليش استهدفت العراق أولا في التغيير اللي بيصير بالمنطقة، التغيير اللي هلأ عم بيشتغلوا. الأول استفردت في العراق، استفردوا في العراق، العراق مش عشان الكيماوي ولا عشان إنه لا، لأنه العراق هي الرأس المدبر للأمة العربية، الرأس اللي تنادي في فلسطين. وإن شاء الله إن شاء الله في أمل. أطفالنا يعني لدي طفل عمره الآن شاب عمره 32 سنة، لما بيجي بيبحث على الفيسبوك بيبحث عن العراق وعن تاريخ العراق، بيجي بيبكي بيحكي لي هيك كان، هيك خسرنا إحنا الشعب العربي خسرنا. إن شاء الله ما نخسر، نتبادل ثقافيا، دم بالإعلام، بأي، إحنا كسبانين إنه إحنا ما زلنا المؤامرة الأمريكية الصهيونية لم تنول من إرادة وأخوة الشعب الفلسطيني والعراقي. نحن في خندق والعراق اليوم في خندق، يجب أن نوحد هذه المواقف. ومن تحدث الإمام طلعت هذه اللجنة منذ انبثاقها مع تأسيس المنتدى في عام
2014 بمهام عديدة، وكانت متميزة في الإداء وتنفيذ الخطط. من الإنجازات التي حققته اللجنة إصدار 3 دراسات تفصيلية تهتم في مجال شؤون اللجنة، وهي الصناعة، الكهرباء، النفط. أعدت هذه الدراسات من خلال مساهمة العديد من الخبراء المتخصصين في هذه المجالات. من نشاطات هذه اللجنة أيضا المساهمة في حملة التبرع بالكتب العلمية والمنهجية للجامعات العراقية التي تعرضت مكتباتها إلى العبث بفعل الإرهاب ومن كان السبب في حدوث هذه الانهيارات والمشاكل. من نشاطات اللجنة أيضا المساهمة في رفض موقع المنتدى الإلكتروني بالبحوث والمقالات المتتالية، كما نظمت اللجنة ندوة متخصصة على مستوى النفط وعلى مستوى الكهرباء وعلى مستوى الصناعة، شارك فيها الكثير من أصحاب الخبرة والنخب، وقد درست بشكل تفصيلي ما كنا عليه قبل العدوان في عام 2003 وما حصل في من انهيار في هذه القطاعات التي كانت متميزة بفعل الوطنيين والمخلصين من أبناء العراق. تفضل بي بالنسبة للبحوث والدراسات كلها موجودة الآن على موقع المنتدى. احنا راح نعطيكم اسمها على حسب.